Ecco, אנחנו מסתמנים עם הקנג'אי. שוב, אידו, שוב. עשה, אידה הג'ן בדאכלו, עמוסרסקו. אידה ג'ן שוב, אידה ידרובני טבעי. אידה את הג'ן תחרק בימן אללה. וננזל מן القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا يسمونه الجن القطة لو أسد شوف شوف أستاذ عوفة خليني أعطيني شوية احتياج وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فشوف هذا يسمونه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء والصنف الحيان والعقارب والصنف يحيون ويرضعون استاذ كم سنه اخوك مريض؟ والله صار مثل سنتين وراجع شيوخ دكاتره ما شفت النتيجه عبد لحد ما طلع هسه باذن الله وبركه هذا القران هسه اخوكم يطلع عوفه بارك الله فيك لا اذا جنت تحرك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد ظالمين الا خسارا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد ظالمين الا خسارا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجن ثلاثه اصناف صنف لهم اجنحه يطيرون في الهواء وصنف الحياد والعقارب وصنف يحيون ويرضعون شوف اذا تعرفون شو يسوي بعوفوا بعد نزلوها شوف شو يسوي اذا جن تحرك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا إذا إخوان ما يلزمون يقتلونني من الجن يكرهونني أستاذ بس عوفة شوي دقيقة واحدة شوف شو يسوي إذا جن تعال استسلم على دين الإسلام وإذا مريت فهو يشفيني وإذا ما شوف شوف الجن يكرهني شوف اخواني هسه يطيب باذن الله تعالى شوف الجن شو يسوي لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون استاذ ما بدنا ناخذ وقت ازدحام بس شوف هسه اخونا يطيب ان شاء الله يقول ما خلينا مراقين شريفين واطباءها مشرفين ولكن الجن هذا اجتهاد ما تجدي الجن ما يخرج بالقران ولكن يمي يخرج هذا كلام خطر ها هذا اجتهاد ليش جن ما يخرج بالقران رب العالمين ارحم الراحمين اللي الجن يستسلم بعد اللي يخرج ولكن الشيخ علي ما عنده ضمير ما عنده انسانيه ما عنده رحم مع الجن استسلم قل لا اله الا الله اذا استسلم ما نضربك قل لا اله اخرج رب العالمين يقول وما خلقت الجن والانس لا يعبدون والله اذا استسلم الاسلام اخر رساله لكل البشريه والجن ابو زراسك استسلم ما استسلم قل لا اله الا الله محمد يا استاذ عوفو اذا استسلم ما يضربني استاذ عوفه اذا يقول استسلم اذا هو صادق ما يضربني قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا انت منو جن يلا الصوت علي صوتك قل لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر يقول استسلم بس مثل اخوي قال ما نصدق اذا استسلمت لا تاذيني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تخرج اخرج من حالكم اخرج من حالكم باذن الله استسلمت الجن الحمد لله رب العالمين اذا تصادق اخرج من حالكم هيك صادق اخرج اخرج يا ايها الجن وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت شوف دلبومه مسلمان بس صدقه وهو كذب هو عشاكم الجن يكذبون كثير وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت الحمد لله تاخذ عمك أي واحد إذا يقدر خلي الجن يستسلم على دين الإسلام لا تقتلونها أنا أبد ما أقتل الجن أول مرة رب العالمين يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أستاذ هذول ليش غرفة شوف صار كل زي ما تراب شوية هسا نضربه أستاذ روح معه بارك الله فيك بس نوقف شو تمام يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إذا جن تحرك بإذن الله الله أكبر طابل أستاذ شو حسا بسم الله الرحمن الرحيم على ضرب
يلقيها جن. الجن ما يخرج بالقرآن، هذا اجتهاد ما جديد، لأن رب العالمين أرحم الراحمين. شوف أخويا بها جن من زمان، يراد الشيوخ والسادات والأطباء كلهم شريفين محترمين، ولكن كل شيء يراد له خبرة والحكمة. يعني عارف القرآن يجي يمي جن بداخله وأطلعها، ليش يقول أنا حافظ القرآن جن شنو يدخل جسمي؟ أي واحد إذا يخاف يقهر جن يدخل جسمه. هيك يضرب وهيك يضرب. اضرب يا غالي. شو اسمك؟ عمر. عمر والله أنت عيون ابنك عيون الغزالة. انهض عمر. الله أكبر جماعة، خلي نصلي عليه. اللهم صل على هسه إذا جن، هسه نرجع مكاننا نرقي عليه مرة ثانية. إذا فيها جن يتحرك، إذا ما باقي جن تبوسون تتوكلون على الله لمدة شهر لا يأكل لحم، لأن الطعام الشياطين لحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم الطفل الموبايل سريع سريع. بارك الله فيك، تعال حبيبي تعال. والله صحيح والله، بس طفل الموبايل إذا ماكو زحمة عليكم. ابتعدوا يا معود، تعال حبيبي تعال يمي. أستاذ تعال يمي، ارجعوا لي ورا فوزك الشيخ الخبر. تعال اخذ مره ثانيه الجمهور اخواني. استاذ تعالوا مكانك بارك الله فيك. استاذ اذا تسوي هيك، اذا جن باقي هسه يتحرك بالقران الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. تعال يا ايها الجن اقتلني، بوسني اقول اقتلني يبوسني. جماعه خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد. علي صوتك قل لا اله الا الله. استاذ تعال قريب، تعال هنا استاذ، هنا تعال استاذ، هنا عضو ما يصير. قل لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. انت بالجامعه تاذن مؤذن؟ الله اكبر. شو مؤذن؟ جن يدخل جسمي. قسمنا نازل من اني حافظ القران، شو جن يدخل جسمي؟ اي واحد ينقهر يخاف يدخل جسمه جن. هسه طابت وان شاء الله يزوج بنيه مثله، منقبه متدينه شريفه مثله. قل لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله. ما أخبر إلا لازم تضحك. هلا 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 حبيبي. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا. مرة ثانية أكرر، إذا سويت شيء، إذا جن تحرك. وإذا مريت فهو يشفيني، وإذا مريت فهو يشفيني. ارجعوا يا ناس إلى القرآن والتوحيد. يا أيها العالم ساعدوني، مو مادة حتى أفتح مستشفيات طب، لكم فراغ كبير في الطب النبوي وعلم الأنبياء ما موجود. يومين مئات الآلاف الجن يقتلوهم مثل أخويا. أساعدكم بدون مقابل في سبيل الله. يا أيها العالم ساعدني. يا الخلفاء والرؤساء والملوك ارجعوا إلى التوحيد والقرآن، حكموا بشرع الله حتى تدخلوا جنات النعيم. وافتحوا مستشفيات باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أجيها وعلم 300 طالب وطالبة في كل الدول إن شاء الله قبل أموت. أنصر هذا الدين وأنصر البشرية، ما أفرق بين مسلم ومسيحي ويهودي. بس أقول لأمريكا أوروبا، يا أيها العالم ارجعوا إلى الإسلام، والله آخر رسالة الإسلام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فاسقون ظالمون. اللي ما يحكم بالحكم الله يدخل جهنم وبئس المصير. والله يحب كل البشرية، ما أفرق بين هذا مسلم ومسيحي وهذا عرب وهذا كردي. بس رب العالمين يقول إنما المؤمنون إخوة. تعال يا الأمريكا يا الأوروبا ارجعوا إلى الإسلام حتى تدخلوا جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا أخويا علي صوته يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله فرحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.